تحية كبيرة لمشاهدينا عبر موقع بانت. أنا سامي عرموش ورايحة أطلعكم على أبرز البرامج لنهاية الأسبوع، فشو بيستنانا؟ الخميس المساء مدعوين لمركز كلور في حي وادي جمان لحضور العرض الكوميدي الساخر على الواقف، واللي راح يقدمه الفنان نضال بدارني. أما مساء الجمعة والسبت فأنتم مدعوون لحضور العروض الافتتاحية لمسرحية قطيع البلي بلي بل في مسرح الميدان. تحكي المسرحية قصة قطيع مكون من شخصيات عشوائية اجتمعت في زمن مظلم يهدد باختفاء الشمس، فيجتمع القطيع سنويا ليصلي ويقدم الأضحيات لبقاء الشمس. تتقاطع في المسرحية ثلاث قصص من ثلاث أزمنة مختلفة، يجتمع ما بينها حالة الترقب والانتظار والمستقبل غير المعلوم. لهم مشاهدينا انتهت نشرتنا اليوم، بتمنى لكم نهاية أسبوع هادئ وسعيد.